بنجدد صباحنا لحضراتكم مره تانيه، وصباح الخير يا مصر. الحقيقه قمه القاهره للسلام هي امتداد لدور تاريخي لمصر لمسانده القضيه الفلسطينيه، قضيه العرب الاولى. نجحت القمه في الوصول لمساحات مشتركه وبناء توافق حول ضروره وقف الحرب اللي راح ضحيتها لحد الان اكثر من 4000 شهيد فلسطيني. العمل على تفعيل عملية السلام من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. خلينا نتكلم عن دور مصر في حل القضية الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني. بنرحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك، ونورنا في صباح الخير يا مصر. ولو هنتكلم عن دور المصري تجاه الأشقاء في فلسطين، معروف أنه منذ بداية الأزمة وعلى مدار السنين اللي فاتت، لكن حابة أعرف من حضرتك رؤيتك لدور المصري في ما يحدث في قطاع غزة، لو هنتكلم عن الدور الإنساني والدور التاريخي يا فندم. يعني أولا وقبل كل شيء، المجد للشهداء فلسطين والرحمة لهم جميعا والشفاء بإذن الله للجرحى والمصابين، وإن شاء الله يفك عنهم هذه الأزمة والغمة. والحقيقة أن مصر يعني هي الشقيقة الكبرى التي دائما ترعى كل الملفات العربية بالمناسبة، وقضية فلسطين على رأس أولوياتها منذ بداية الصراع في عام 1948، ومصر دائما ما تساند القضية الفلسطينية، وقفت إلى جانب فلسطين قلبا وقالبا على قلب رجل واحد. مصر في عام 48 أرسلت جيشها لإسناد الشعب الفلسطيني، وتولت إدارة وقف إطلاق النار والهدنة الدائمة التي جرت مع الاحتلال الإسرائيلي في 24 فبراير 1949، وهي الهدنة الدائمة التي وقعت. وكانت غزة، وبالمناسبة ليست هذه المساحة كانت غزة، في عام 49 كانت المساحة التي تم توقيع الهدنة عليها 555 كيلو وفقا لخرائط الموجودة الآن حتى في دار الوثائق القومية وفي أكثر من مكان، وهي موجودة وموضوعة في الأمم المتحدة، إضافة إلى مدينة العوجة التي تحاذي الحدود على الشرقية لغزة. وبالتالي كانت مصر دائما دورها طليعي في هذا الاتجاه، هذا على المستوى يعني البداية في العمل. أيضا استمرت مصر تدير غزة من عام 49 صحيح حتى عام 1967. في هذه الفترة نجحت مصر في إعادة الروح النضالية لدى صحيح المواطن الفلسطيني. أنت تعرف لما يكون هناك هزيمة وانكسار للشعب الفلسطيني وتشرد اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، سواء في سوريا ولبنان والأردن، وفي مصر أيضا جاءت العدد الكبير جدا جاء إلى الأردن وثم إلى سوريا ولبنان، وأيضا جاء هناك يعني سفن ومجموعات من الفلسطينيين هاجرت هروبا إلى حطت في ميناء بورسعيد، وجزء منها ذهبوا إلى اسكندرية، وبالتالي كانت مصر حاضنة. الآن الذين وجدوا في غزة تحديدا، هناك شقين من الفلسطينيين، الشق الأول المواطنين الغزيين الأصل، والشق الآخر المهاجرين من داخل فلسطين ال 48، يعني في ناس من يافا لم يركبوا السفن ويهاجروا إلى مصر أو سوريا أو لبنان، هاجروا إلى فلسطين. وفي ناس أيضا من المدن والقرى الفلسطينية المجدل واللد والمناطق هذه هاجروا إلى غزة. وبالتالي مصر قامت بإعادة الروح النضالية لدى هؤلاء، باستعادة الهوية الوطنية الفلسطينية، وأول من أطلق يعني شعار المقاومة الفلسطينية العقيد مصطفى حافظ وهو صحيح مصري صحيح بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي دعم بشكل كبير جدا إطلاق المقاومة الفلسطينية في ذلك الوقت، وانضمت مجموعات كبيرة جدا من الفدائيين الفلسطينيين والمصريين، وكنا نتشارك الدم معا في مواجهة. وبالمناسبة مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لها نصب تذكاري في فلسطين، فالجند المصري اختلط الدماء الفلسطينية بالجند المصري، هذا أولا. كنا شعب واحد. وعلى المستوى الإنساني، على المستوى الإنساني بعد حرب 67 وفي ما قبل بالمناسبة، هناك عمليات تناسب، شباب مصر والجنود كانوا يتزوجون هناك ويستقروا، لأنه حصل احتلال، وهؤلاء جزء منهم كبير جدا من أصول مصرية، وآبائهم وأهاليهم هنا في مصر، وأبنائهم هناك مصريون ولكن يعيشون في فلسطين وصاروا فلسطينيين. لأن الاحتلال الإسرائيلي عندما وصل إلى فلسطين واحتل غزة تحديدا 67 سيناء،
الجندي المصري كان هناك الكثير، يعني أنا لم أشاهد المشاهد هذه، لكن الأهل الوالد والأجداد حكوا قالوا أنه الجنود المصريين عندما هزمت الدول العربية في سيناء في 67 بدأ الجنود يخلعون البدلة العسكرية ويلبسون الملابس المنزلية الجلابية أو البنطال الملابس العادية ويعيشون في المنازل مع الفلسطينيين، وبالتالي صار حال التزاوج بعد كده واجتماعي. هو زي ما حضرتك قلت حتى الـ يعني علاقة الدم، يعني المصاهرة وعلاقة الدم ما بين الغزاويين وأهلنا في سيناء دي علاقة موجودة وتاريخية من فترة طويلة جدا من الزمن. هناك أكثر من 200 ألف مواطن يحملون الجنسية الفلسطينية والمصرية الآن يتعرضون للقصف.